ستحدد مسار الأمة العربية في التعامل مع الكثير من قضاياها وتحديات الأمن القومي العربي. ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني أن أرحب بكم مجددا في ختام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 26، والتي شهدت انتقال رئاسة القمة إلى مصر من دولة الكويت الشقيقة في نهاية عام من العمل المحنك والدؤوب. وفي ظل تطورات متلاحقة ومستمرة، سيكون على مصر بدورها أن تقود ركب العمل العربي المشترك في غمارها، وندعو الله أن يكون النجاح حليفنا بقدر النوايا المخلصة وجهودنا المستنفرة من أجل أمتنا العربية التي تستحق منا الكثير، على نحو ما أكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيانه الشامل الذي تسلمه رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية. لقد شهدت هذه القمة صدور عدد من القرارات تغطي العديد من مجالات العمل العربي المشترك، سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فضلا عن إعلان شرم الشيخ، وكلها ماثلة بين أيديكم. إنما لابد هنا من توضيح ما قد لا تنم عنه قراءة أو استعراض تلك القرارات مع أهميتها، وأقصد تحديا ما تميزت به هذه الدورة من إرادة وتصميم على التصدي للتحديات التي يواجهها الأمن القومي العربي بكل حزم، وأيضا بكل وعي لما تمثله هذه التحديات من تهديد لكيان وبقاء الأمة وأمنها واستقرارها وتطلعات أبنائها. فالنقاش الذي دار حول بعض القرارات لم يكن معبرا عن الاختلاف بقدر ما كان سبيلا لإثراء العمل العربي المشترك أو لاستجلاء عدد من النقاط التي من شأنها أن تحصن قراراتنا من التأويلات عند تنفيذها. ولقد حرصت مصر على إدارتها للأعمال هذه الدورة على أن يكون هذا هو منهجنا في الوصول إلى التوافق، إيمانا منها بضرورة أن تكون القرارات الصادرة عن القمة معبرة عن إرادة حقيقية حتى يمكن تحويلها إلى واقع ملموس. فلا مجال لإضاعة مزيد من الوقت فيما تجهز التحديات علينا من كل حد وصوب، وإذا أردنا حقا أن نصنع حاضرا أفضل يجبر أن يكون لأبنائنا ولأحفادنا ماضيا يفتخرون به. سترتبط هذه القمة بعقدها في مصر بعد مرور 70 عاما على إنشاء جامعة الدول العربية في مصر أيضا، ولكنها سوف تتميز قطعا بتبنيها لقرارات خاصة بتفعيل فكرة إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، والتي ستجسد قدرة هذه الأمة على ردع شر الطامعين والرد على كيد المعتدين، وكأحد أوجه معالجتها للتحديات التي تواجه أمنها القومي، وكسبيل لتأكيد وجود هوية عربية تتخطى مجرد اللغة والثقافة والتاريخ المشترك لتملك زمام الحاضر وصنع المستقبل. كما كان الوضع في اليمن الشقيق والتهديد الخطير المتمثل في الانقضاض على رئاسة على رئيسه وعلى التوافق الذي يعبر عنهم، كان في صدارة اهتمامات هذه الدورة، حيث حرص كل القادة على تأكيد دعمهم للشرعية الرئيس اليمني ولوحدة واستقرار الأمن اليمني، وباعتباره جزءا من الأمن القومي العربي، بما يتطلب اللجوء إلى تقديم دعم سياسي وعسكري عربي لاستعادة الشرعية الدستورية استجابة لطلب الرئيس عبد الرب منصور هادي. ولعلكم تابعتم أيضا حرص القمة على تناول الأوضاع الخطيرة في كل من ليبيا وسوريا، وتأكيدها على ضرورة دحر التنظيمات الإرهابية، فضلا عن اعتزام الدول العربية الاستمرار في إيلاء القضية الفلسطينية الأهمية التي تتناسب مع محوريتها بالنسبة للأمة العربية، التي يزداد إصرارها على حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع
وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية اتساقا مع مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية. إن مصر وهي تتولى رئاسة هذه الدورة تدرك اتساع وتعدد التحديات التي تواجهها أمتها العربية، لكنها عازمة على أن تعمل بكل جد ودأب كعهدها دوما مع أشقائها العرب، لا لكي تجتاز الأمة تلك التحديات فحسب، بل لتكون هذه الدورة برئاسة مصر نقطة انطلاق لتفعيل الرؤى العربية للتأثير في الحاضر ولصياغة المستقبل. أشكركم من جديد وأدعو معالي الأمين العام لتقديم عرضه على أعمال القمة. شكرا سيادة الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير سامح شكري وزير خارجية مصر ألقى بيانا في واقع الأمر شاملا يغطي كل ما جاء وصدر عن القمة، ولو سمحتوا لي أنا لن أدخل في هذه الموضوعات، لكن أنا هركز على بضع نقاط. النقطة الأولى أن صيانة الأمن القومي العربي لا شك كان أهم ما صدر عن هذه القمة، والقرار وهو أمام حضراتكم بيتحدث عن خطوات محددة عند إنشاء المبدأ، يعني اعتمد مبدأ إنشاء قوة عسكرية، وده حاجة هامة جدا. هو في واقع الأمر أنا سمحت أكثر من شخص ذكر هذا التعبير وسوف أكرره، إنه كان حلم، إنه ميلاد جديد لجامعة الدول العربية اللي في كل اجتماع من الاجتماعات سواء على مستوى القمة أو على مستويات أقل يقول هناك كلام ولا يتحقق شيء، وده مش صحيح، لأن طبعا اللي بيحصل يعني طبيعة المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية إنه لما تتفق الدول يا إما يقرروا التنفيذ يا إما كل دولة بتنفذ لوحدها، فده. لكن المهم النهاردة هناك في قرار هام نظرا لكل ما يعانيه العالم العربي اليوم من اضطرابات، من تهديدات غير مسبوقة عن طريق التنظيمات الإرهابية، فجاء اليوم في تكليف للقمة لرئاسة القمة والأمين العام بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان الحرب، حاجات مسلحة محددة، يعني رؤساء أركان القوات المسلحة للدول التي ترغب في الانضمام، لأن هذه الموضوع لأن المشاركة فيها اختياريا مثل المشاركة في كل حاجة أخرى يعني. وفي تحديدات زمنية خلال شهر دعوة، بعد ذلك سوف يكون هناك فترة محددة لعمل الاقتراحات الإجرائية التنفيذية وآلية العمل والموازنة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها، عن أن يتم عرض نتائج أعماله على قادة العرب بواسطة لجنة تضم رئاسة القمة الحالية مصر، رئاسة القمة السابقة الكويت، رئاسة القمة القادمة اللي هي هتكون للمغرب. هذا موضوع يعني بدأت خطواته، بل بالعكس يعني أقدر أستطيع أن أقول أن مساء أمس بدأت اتصالات، لن أفصح أكثر من ذلك في سبيل الدعوة لهذا الموضوع، لأنه موضوع هام، موضوع عاجل، وموضوع لابد من أنه يأخذ حقه، يعني أمام العالم كله لأول مرة الدول العربية كلها وجدت أن هناك تهديدات ويجب أن يكون هناك رد فعل جماعي، ده في حد ذاته كبير جدا 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 جدا. كذلك يجب أن أقول أن الأمن القومي العربي لا يقتصر فقط حقيقة على يعني هذا الموضوع، لأن الأمن القومي العربي في موضوعات كثيرة جدا، يعني جزء منه كبير الأوضاع الاقتصادية، يعني التكامل الاقتصادي هو جزء من الأمن القومي العربي، ومفروض تستكمل متطلبات الاتحاد الجمركي، ونرجو أن يتم هذا العام، لأن موضوعات فنية تتعلق بشهادات المنشأ، وفي دول لها أوضاع في هذا الموضوع. لكن اللي عاوز أقوله أن هناك كما أن هناك يعني في تهديدات أمنية، لكن في تهديدات أيضا اقتصادية يجب أن ننظر إليها، لأن ده يكملوا بعض. كذلك فيما يتعلق بموضوعات أخرى مثل حقوق الإنسان، في من العام الماضي في المحكمة العربية لحقوق الإنسان النظام الأساسي انتهى عند جميع الدول، نحن ننتظر أن تصديقات عندما تستكمل 7 تصديقات يبقى المحكمة دخلت حيز النفاذ، هتاخد يمكن سنوات، ده حاجة طبيعية، كل الأمور دي بتاخد بعض الوقت.
فده يعني موضوع هام، واعتقد انه الخطوات المحدده اللي هتسمعوا عنها في المستقبل القريب، لان يعني كل شيء يكون هيكون مستقبل في خلال 4 أو 5 شهور. شكرا، هتوقف هنا لو كان في اسئله. هناخد مجموعه من الاسئله. هنبدا بالاستاذه دينا كمال، رئيس قسم الدبلوماسي بجريده الاهرام. ارفع ايديك من فضلك. اهي. هل يمكن اطلاعنا على نتائج المشاورات اللي تمت بين القادة العرب بخصوص الشأن السوري، وبالتحديد ما إذا كان بشار الأسد جزء من الحل أم لا، ورأي حضرتك في انطباعات أو الرسالة اللي وجهتها موسكو للقمة العربية؟ شكرا. طبعا الأوضاع في سوريا أخذت حيز كبير من مداولات الزعماء العرب للرغبة المشتركة في الخروج من هذه الأزمة، حفاظا على الشعب السوري الشقيق، وحفاظا على سوريا ووحدة أراضيها، والعمل على مقاومة ظاهرة الإرهاب التي انتشرت فيها. هناك إجماع على ضرورة العمل لدعم المسار السياسي والتوصل إلى حل يتسق مع جنيف واحد، ويتسق مع إرادة الشعب السوري في مستقبل يتسم بالتقدم، بالتمثيل الكامل لكافة الأطياف السورية في إدارة البلاد. وكان هذا هو ما ركز عليه القرار الصادر في هذا الشأن. لو تسمح لي أني أستكمل هذا الموضوع بالإشارة إلى أنه الموضوع السوري بحث في 9 مارس في الاجتماع الوزاري، وفي واقع الامر ليس هناك الجديد، يعني لازم نعترف ان واكثر من شخص تحدث انه هناك حتى صباح اليوم. انا كنت في اجتماع مع سكرتير عام الامم المتحده بان كي مون، وتحدث صراحه وقال ان كل الاطراف قد فشلت حتى الان. يعني في 30 يونيو سنه 12 كان في اجتماع في جنيف، والاجتماع في جنيف توصل الى صياغه معينه فلسفتها أن يجب أن يكون هناك تغيير، وأن هذا التغيير يجب أن يقرره الشعب الفلسطيني نفسه. سوري. الشعب السوري. احنا دائما بنتكلم على الشعب الفلسطيني الحقيقة. الشعب السوري. وبناء عليه يعني كان هناك شعور بأن العملية خلاص، يعني الطريق واضح المعالم. بعد 3 أعوام تقريبا لازالت هناك مشاكل عديدة. السكرتير عام الأمم المتحدة بنفسه في صباح اليوم ذكر أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فشلا في إيجاد حل، والجامعة العربية فشلت. لو سمحت، الجامعة العربية عملت كل ما يمكن عمله لمدة 7 شهور، ثم في 22 فبراير عام 12 حلنا لكم الملف، حلنا الملف في مجلس الأمن، وحتى الآن لم يحدث شيء. طبعا ده يعود إلى طبيعة العلاقات الدولية، أن عندما يكون هناك أمر له حساسية معينة مع دولة من الدول الدائمة العضوية ما بيحصلش أي تقدم. وأكبر دليل على ذلك هي مشكلتنا المركزية المحورية الأولى، وهي فلسطين. فلسطين لا يوجد تقدم، لأن عارفين ليه؟ لأن في دولة بتعمل فيتو. وكل المجهودات النهارده، لو عشان قبل ان تسالوا هذا السؤال، كل المجهودات اللي بتتم اليوم وكل الاتصالات اللي بتتم اليوم، سواء من فلسطين او من دول عربيه او من الجامعه او مع دول اوروبيه، هو للتحقق ان المره القادمه اذا عندما يحين الوقت وبالصياغه المطلوبه الذهاب الى مجلس الامن، الا يكون هناك فيتو يعرقل المسيره. الاستاذ سوسن ابو حسين، جريده الشرق الاوسط. الوزير والسيادة الأمين العام، استحوذت الأزمة اليمنية على جزء كبير من النقاش والمداولات في الجلسات المغلقة، كيف تقيمون هذا النقاش والمداولات، خاصة أن البعض يرى أنها أزمة بين سنة وشيعة أو فرس وعرب، كيف ترون ذلك؟ شكرا جزيلا. بالتأكيد الأزمة والتطورات الخاصة بالأوضاع في اليمن كانت محل اهتمام بالغ وتداول بين القادة، ولكن أظهرت هذه المداولات وجود قدر عالي من التوافق فيما بينهم حول أهمية دعم الشرعية في اليمن، العمل على استعادة الاستقرار في اليمن، وأن يتم تفعيل المسار السياسي
الممثل في خطة مجلس التعاون الخليجي، فهذا كله يصب في مصلحة استقرار ووحدة الأراضي اليمنية وعدم قبول اللجوء إلى العنف واللجوء إلى الانقضاض على الشرعية باستخدام السلاح والاعتداءات المسلحة على الشرعية. وكان شارك الرئيس اليمني في الجلسة الافتتاحية وألقى بيان وضح فيه الموقف بالنسبة للتطورات الراهنة، وبصفة عامة كان هناك توافق وصدر عن القمة بيان خاص بالوضع في وتطوراته في اليمن يؤشر إلى وجود توافق واتفاق بين القادة العرب على ضرورة الحفاظ على الشرعية اليمنية. يعني تماما كما تفضل معالي الوزير، موضوع اليمن كان طبعا هام جدا، لان من عدة شهور بتحصل تطورات وفيها قتال، فتبقى يعني كل وسائل الاعلام بتبرز هذا الموضوع دائما. لكن النقاط الأساسية هنا كما تفضل برضه ايضا الوزير هي موضوع دعم الشرعية، موضوع دعم الشرعية بالإضافة الى ان هناك روح جديدة في الجامعة العربية، روح جديدة عند الدول العربية، عدد من الدول قرروا دعم الشرعية واتخاذ رد فعل جماعي، وهي ما نراه الآن. يعني عاصفة الحزم دي هي رد فعل جماعي لإعادة الشرعية، وهذا أمر هام جدا. يعني انظروا في تاريخنا، في مش هقول 70 سنة الماضية بس قبل ذلك، حالات قليلة جدا كان بيحصل فيها حاجة ومكانش بتتم. يعني حصل مرة في سنة 76 بعد اقتتال في لبنان أن تقرر إفاد قوة ردع، ثم بعد ذلك تفككت وبقيت دولة واحدة هي اللي موجودة، ولن أدخل في هذا الموضوع. لكن هذه المرة هناك شعور بأن ما يدور حولنا في العالم وردود الفعل من دول كثيرة أخرى ومن تجمعات وتكتلات مختلفة تقتضي أن نعمل معا وأن ننظر إلى المستقبل بطريقة موضوعية وتكون عندنا روح التكامل والعمل معا. بس أكمل أزنتولي دعما لما تفضل به السيد الأمين العام. في الحقيقة وأيضا أمر العمل العسكري اللي بيقوم به الائتلاف كان محل تفهم وتقدير، باعتبار أنه هو مرة الأولى يعني حديثا وفي ظل التحديات اللي بتواجه الأمة العربية أن تتخذ مجموعة كبيرة من الدول العربية مثل هذا الموقف مدعومة بدول صديقة لتدخل لدعم الشرعية ولأخذ زمام المبادرة وعدم ترك الأمر للتعامل معه من خلال دول خارجة عن الإطار العربي، وهذا في غاية الأهمية، لأنه التاريخ الماضي يؤشر إلى أن التدخلات الخارجية كانت بتزيد من الأمور تعقيدا في العالم العربي ولم تكن في كل الأحوال بتهدف إلى تحقيق المصلحة العربية. فالعمل المشترك من قبل الائتلاف هو اطلاع هذا الائتلاف هذه الدول العربية بمسؤولياتها في إطار عربي بمنظور عربي حتى يتم الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره. فيما يتعلق بموضوع السنة والشيعة، هذا أيضا غريب عن الجامعة العربية وليس محل في الحقيقة أي تناول، وإنما هذا وضع قائم مرتبط بخلافات سياسية أدت إلى اللجوء إلى العنف والانقضاض على الشرعية، وبالتالي ليس هناك محل لتزكية هذا الفكر الخاص بالطائفية. والعالم العربي هو عربي بكافة أطيافه، وهذا هو التركيز، ولا يجب أن ننساق وراء من يحاولون أن يزكوا مثل هذه الفروق الطائفية. هذا أمل رسلان جريدة اليوم السابع. لو سمحت يا فرج، الواقع يعني أنا أود أن أؤيد تماما ما ذكره السيد الوزير الآن. موضوع السنة والشيعة ده الحقيقة أنا بتكلم كأمين عام جامعة الدول العربية العام الرابع اللي فيها، لا أدري من هو سني ومن هو شيعي، ولا أفكر في هذا الأسلوب
على الإطلاق. يعني أنا مصري والوزير مصري وبلدنا كانت لا نعرف فيها سنة وشيعة. مصر كانت سنة في البداية ثم بقت شيعة لمدة 200 سنة ثم رجعت سنة مرة أخرى ولا في فرق في حال الحقيقة. يعني هذا موضوع بيأتي الأغراض السياسية من بعض الدول التي تريد إثارة الفتن ويجب أن نقضي عليه ولا نتحدث فيه لأنه لا يصح إطلاقا. يعني إحنا كمسلمين لا إحنا مش كاثوليك وبروتستانت عندنا كتب مختلفة وأوضاع مختلفة. إحنا كتاب واحد وكلنا بنعبد يعني الله سبحانه وتعالى وسيدنا محمد هو النبي ولا في خلاف في هذا إطلاقا. وهذه أمور يعني لا يجب إطلاقا أن نسقط في هذا الفخ. شكرا. أمان رسلان اليوم السابع من العام بأن القوة العربية المشتركة كانت حلم للأمة العربية وأنها مطلب ملح في ظل التحديات المتواجدة والتي تواجهنا. ولكن هل هناك ضمانات إلى أن نجد بالفعل قوة عربية مشتركة متواجدة جاهزة للتدخل وما هي الآليات وما المدى الزمني لتكون فعلا تكونت هذه القوة وكيف سيتم التوافق على الجوانب اللوجستية والمادية؟ وهل كونها قوة اختيارية للدول التي ستشارك فيها هل هذا يضعف من قوة القوى العربية المشتركة؟ أولا أبتدي بالنقطة الأخيرة. لا يوجد وسيلة لإرغام أي دولة في العالم المعاصر إلا عن طريق مجلس الأمن. إحنا ما بنتكلمش على كده، إحنا بنتكلم على عدد من الدول لديها جيوش لديها قوات مفروض انها تخصص جزء منها ان في وقت معين هيعملوا معا عندما يكون هناك قرار سياسي. ما هي الترتيبات اللي تفضلت بها الان مكتوبة هنا بكل وضوح ان يعني رؤساء اركان القوات المسلحة هيجتمعوا في خلال شهر من صدور هذا القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والوزن المطلوبة. فهذه أمور سوف تبحث ومش يعني عادة بتطلع قرارات ويقولوا هي صدر القرار، لكن في تحديدات زمنية هنا وفي يعني موافقة جماعية لأن حتى مين هيتقدم بعد كده ده اختياري، لكن في موافقة جماعية على المبدأ في القمة الحالية. الأستاذ عمرو الكحكي تلفزيون النهار. شكرا يا فندم. السؤال عن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي طرح فيه رؤية لكي تكون هناك ترويكا عربية من طبعا دولة الكويت مصر والمغرب باعتبارها الدولة التي ستستضيف القمة القادمة للذهاب إلى الكونغرس الأمريكي لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية وصناع القرار هناك بضرورة قيام الدولة الفلسطينية. وطبعا احنا عندنا الشقاق الموجود في الرؤى ما بين يعني مسؤولين أو زعيمين اللي هو أوباما ونتنياهو، والراجل كمان حدد 1 أبريل أنه وزير خارجيته رايح مجلس الأمن يبتدي يعمل لوبي رايح المحكمة الجنائية الدولية. طيب هل هنستطيع فعلا معالي الوزير سامح شكري معالي الأمين العام نشوف السادة الرؤساء أو الشيخ صباح والرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس يقومون بهذه المهمة والتحرك اللي هتقوم بالقمة على صعيد القضية الفلسطينية في الفترة المقبلة؟ شكرا جزيلا. شكرا. اهتمت طبعا القمة والزعماء بالاستماع إلى خطاب الرئيس محمود عباس لاهتمامهم ومحورية القضية الفلسطينية بالنسبة للزعماء العرب كافة، وطرح خلال إلقاء لكلماته الرئيس عباس مجموعة من المقترحات والأفكار، ولكن بالتأكيد هذه المقترحات هتكون محل بلورة أوفى عندما تجتمع لجنة المتابعة ونعقد الأسبوع القادم اللجنة المصغرة المعنية بمتابعة القضية الفلسطينية وتحديد الخطوات القادمة بشأنها. في الحقيقة الأمر أنه أتصور أن كافة الدول العربية سواء من خلال تمثيلها في الولايات المتحدة الأمريكية أو خلال زيارة الزعماء إلى العاصمة الأمريكية يخاطبون بالفعل ويتواصلون مع أعضاء الكونغرس الأمريكي لشرح القضية الفلسطينية ومطالبة الولايات المتحدة بمواصلة جهودها في هذا الشأن. فكرة أن يكون هناك وفد من الترويكا العربية للحديث طبعا أمر مطروح، ولكن يتوقف على مدى استجابة الطرف الآخر له، وإذا ما وجهت الدعوة هناك إجراءات معينة مرتبطة بهذا الأمر. وعلى أي حال كل هذه الاقتراحات
وما يزيد عنها سوف يكون محل تقدير وتداول بين السلطة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية المعنية بمتابعة دفع القضية الفلسطينية وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني. أنا اسمحوا لي أنا حجاوب على السؤال ده دقيقة واحدة. البيان الهام الذي ألقاه الرئيس محمود عباس يعني نقطة الانطلاق فيه ممكن نقول الآتي: أولا أن هناك تزايد في تأييد القضية الفلسطينية على مستوى العالم، ويكفي ما حدث من البرلمانات مؤخرا. ثانيا أن عودة نتنياهو هي طبعا عقبة كؤود ولابد من التغلب عليها بطريقة ما. ثالثا كما أشرت طبعا بالطبع هناك يعني قد يكون خلاف أو عدم تفاهم لأول مرة نشعر به بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، فلابد من الاستفادة من كل ذلك. الرؤية نفسها ماذا نرى في الوصول إليه معروف، يعني العملية معروفة النهاردة، في مرجعيات دولية وفي مطلوب عشان هذا أن يكون في قرار من مجلس الأمن، وقرار له في نظري أنا لابد أن يكون له آلية تنفيذية لا يترك على المشاع. فكما تفضل الوزير في عدة أمور النهاردة: في لجنة قائمة بالفعل لإجراء مشاورات عشان قرار، في لجنة أخرى بتاعت المبادرة السلام دي توقفت من فترة، دي عملت كانت بتعمل من 3 سنوات دائما بيترأسها رئاسة القمة، والمرة دي هتبقى يعني تحت رئاسة مصر، واللجنة دي بتبحث كل الأمور وسوف تتخذ القرار. موضوع بقى يعني يتقرر زيارة للكونغرس، زيارة للعواصم الكبرى، ده موضوع يعني إجرائي إلى حد ما. المهم المبدأ نفسه هو يعني دفع العملية الخاصة بتجنيد كل الطاقات الممكنة لتأييد الحق الفلسطيني. الأستاذة بسام وكالة أنباء الشرق الأوسط. ثانية واحدة. حاضر. استنى شوية لو سمحت. حاضر. بعديها أصبر. معلومك. هل أنت طلب؟ تفضل. هناك 8 مشروعات قرارات اقتصادية تم رفعها إلى القمة العربية وتتركز حول تفعيل منطقة التجارة الحرة و الكبرى الكبرى الحرة الكبرى الحرة الكبرى وتفعيل والاتحاد الجمركي واتفاقية الاستثمار الموحدة. كيف تقيمون القرارات الاقتصادية، وهل يسير العمل العربي المشترك على الصعيد الاقتصادي على النحو المأمول؟ شكرا. القرارات اللي بتصدر في من المجلس الاقتصادي والاجتماعي دي مش قرارات سياسية بيقرروها القادة، دي بناء على عمل سنوات وسنوات بين المختصين في كل الدول. يعني في موضوعات خاصة بقدر أقول يعني مشروعات عملاقة، في موضوعات متعلقة بالأمن الغذائي العربي ودي مبادرة من الرئيس عمر بشير، في موضوع دعم الاستثمار في المنطقة العربية وجعل المنطقة العربية جاذبة للاستثمار، العمل على زيادة المشروعات المشتركة العملاقة ممكن في الطاقة المتجددة وأمور أخرى. فدي كلها موضوعات مدروسة والمطلوب هو التنفيذ من الدول. فالحقيقة دي يعني كويس إن أنا سعيد أنك أثرتي هذا السؤال، لأن ده هام إن يبقى مفهوم إن دي مش مجرد قرارات سياسية من القادة، ده موضوع درس من المختصين الذين يقومون بالتنفيذ. زي إسراء من العراق. صباح العراقية. تحفظ العراق على إنشاء قوة عسكرية عربية، يعني هل تم إقناع السياسة العراقية والسياسيين العراقيين في ذلك وفي الاقتناع بإنشاء قوة عسكرية عربية، وهل سيتم محاربة داعش التي هي أخطر من الحوثيين في سوريا وفي العراق وفي ليبيا، ويعني هل هناك إجراءات معينة لهذه الأمور؟ شكرا جزيلا. أولا فيما يتعلق بوجهة نظر جمهورية العراق الشقيقة طبعا هام جدا، وأنا تحدثت أكثر من مرة وأقول ذلك علنا يعني مع معالي الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية، مش يعني الموقف العراقي لا ينبع من المعارضة، ينبع من الأمر محتاج لمزيد من التشاور. وحتى أنا كان كلامي أنه التشاور حيتم والاتصال بكل رؤساء الأركان حيتم،
كله رؤساء الأركان، كل الدول التي ترغب في المشاركة في موضوع إعداد الآليات والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع. الحقيقة يعني أستطيع أن أقول أيضا أن المفهوم العام حتى لا يكون حد فهم غلط، ليس المفهوم هو إنشاء قوة هنحطها في هذا المكان قوة بكل الدول، ليس هذا صحيح، لأن هذا الموضوع نبقى غلطانين لو كنا هنعمل كده. هذا الموضوع بحث على مستوى العالم، ميثاق الأمم المتحدة في المادة 43 بيقول عن إنشاء قوة تحت إشراف الأمم المتحدة، ثبت فشل هذا. والاتجاه دلوقتي سواء في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الإفريقي هو وضع وحدات في الدول الراغبة أن تشارك معا عند الاقتضاء، ليس أكثر من ذلك. وأنا متأكد أن العراق هيكون سعيد وهيشارك في هذه المشاورات. أنا إذا لي أن أعلق على ما تفضل به الأمين العام، فبالتأكيد التحفظ الذي تم خلال المجلس جمع على المستوى وزراء الخارجية لم يكن تحفظ بغرض الاعتراض على الفكرة، وإنما كان لوجهة نظر ولرؤية متصلة بهذا الأمر. يرى العراق أنها يجب أن تأخذ مزيد من الوقت للدراسة وللتمحيص. لم استمع في الحقيقة إلى تحفظ من قبل العراق خلال اعتماد المشروع على مستوى الزعماء والقمة. طبعا العراق ربما يوفي فيما بعد بتحفظه، ننتظر لنرى ذلك، ولكن المهم في الأمر هو بعدم وجود اعتراض، وإنما تحفظ يؤدي إلى مزيد من التناول، وهذا التناول سوف يتم من خلال الإطار الذي وضعه القرار والذي اتفق عليه الزعماء من إحالة الأمر إلى رؤساء الأركان وجهاز رفيع المستوى فني يتم من خلاله وضع كل هذه الأطر المتصلة بالتشكيل والتنظيم والإدارة والقيادة وكل الأمور هذه، ثم يعرض ويتم إحاطة الزعماء بما وصلوا إليه من طرح متكامل لاستخلاص أيضا رؤية وملاحظات، ثم يعرض على مجلس الدفاع المشترك حتى يتم إقراره. وهنا كافة الدول ممثلة وكافة الدول لها أن تطرح أفكارها لصياغة هذا العمل المشترك بالشكل الذي يتناسب مع جميع الدول وتلك التي سوف تشارك والتي لم تشارك، لأنه في النهاية هذا العمل عمل متصل بالخدرة متصل بالإمكانيات، وربما الدولة التي ليست لها الرغبة أو ليس لديها الإمكانيات اليوم قد تكون لها الرغبة والإمكانيات فيما هو لاحق. توضيحا للأمور من فضلكم دقيقة واحدة، أنا حقرأ بس نص سطر في ما يطلق عليه يعني تحفظ العراق. يتحفظ العراق لأنه يرى أن مثل هذه المبادرة كان لابد من حوار مسبق بشأنها. ده مش موضوعي، ده تحفظ حول الأسلوب، وأعتقد لما يكون هناك مشاورات حتتم بين رؤساء الأركان والدفاع المشترك مجلس الدفاع المشترك طبقا لمعاهدة الدفاع المشترك اللي كل الدول فيها من وزراء الخارجية والدفاع، فأعتقد المشاورات اللي حتتم قبل على مستوى رؤساء الأركان واللجان والآليات اللي هيتفق عليها والإجراءات هيكون فيها مشاركين، أرجو يعني يكون فيها مشاركين كل الدول، ويكون هناك يعني لا يوجد هناك داعي لأن يقال أن هناك تحفظ حول هذا الموضوع. سؤال من قناة الشروق الجزائرية. تشكيل قوة عربية مشتركة هو اتفاق قديم يتجدد الآن، فرضته التحديات القائمة في المنطقة العربية في المقام الأول. ماذا وهذه القوة تشكلت في المقام الأول لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية أو التحديات الموجودة في المنطقة العربية؟ ماذا إذا حصل أي اعتداء أو أي عدوان من دولة خارجية على أي دولة عربية؟ هل هذه القوة ستتدخل لردع هذه العدوان الخارجي على أي دولة عربية، أم أنها ستكون قاصرة على مواجهة التنظيمات أو التحديات الموجودة في المنطقة العربية فقط؟ شكرا. ميثاق الجامعة العربية عمره 70 سنة،
وبيتحدث عن اعتداء على دولة عربية ووقوف الدول العربية في الصف للدفاع عن هذا، وحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي موجود في ميثاق الجامعة العربية وموجود في ميثاق الأمم المتحدة. هي المهمة ما نتكلمش عن يعني أوضاع افتراضية، لا كذلك الوضع الحالي فيه تهديدات مش من دول، من تنظيمات، لكن التهديد هو تهديد للأمن القومي العربي. قررت الدول العربية قيام بهذه الخطوة، يعني إذا حدث ما تقول به سيكون هناك أمر، وكل حدث حديث سيكون هناك وضع آخر. لا يستطيع أحد أن يقول لك أكثر من ذلك الآن. يعني يمكن الوزير عنده حاجة. لا بالتأكيد هو هذا هو القوة المشكلة للدفاع عن الأمن القومي العربي، في مجرد في وجودها، فهي وجودها رادع بما للدول المشاركة من قدرات وإمكانيات في حد ذاتها تجعل من وجودها رادع لأي تدخلات أو اعتداءات خارجية. ولكن بالتأكيد أنه في تشكيلها لمقاومة التحديات الراهنة متصلة بالإرهاب، ولكن من الطبيعي أنه إذا ما تعرض العالم العربي، الأمن القومي العربي للتهديد، فهذه القوة تشكل لدرء هذا التهديد وتصدي له. إذاعة صوت العرب. معالي الأمين العام، فيما يتعلق بالقوى العربية المشتركة أريد أن أعرف بعض الاشتراطات، يعني كيفية التدخل، متى تتدخل القوى العربية المشتركة؟ معلش معالي الأمين العام، يعني هل تتدخل فقط لحماية الأنظمة أو الشرعية؟ وإذا كان الأمر كذلك، هناك أيضا سوريا بحاجة إلى تدخل وإنقاذها من التدمير التي تعاني منها، أيضا هناك ليس فقط اليمن، هناك ليبيا، هناك العراق، هناك داعش، لماذا الحوثيين تحديدا؟ هل ستتخذون شرطا من شروط أو أمر من مجلس الأمن أو موافقة من مجلس الأمن قبل التدخل في أي دولة؟ فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، إذا طلب منكم الرئيس الفلسطيني الاستغاثة، هل ستلبون هذه الدعوة أيضا بالنسبة للشأن الفلسطيني؟ شكرا. نقطة أخيرة تتعلق بالكونجرس والذهاب إليه. الكونجرس ليس بحاجة معالي الأمين العام لشرح القضية الفلسطينية، ولكنه بحاجة لضغط. هل هناك إرادة سياسية بالفعل للضغط على الإدارة الأمريكية لتغير من موقفها تجاه الشعب شكرا. الفلسطيني وقضيته؟ أولا دي عدة أسئلة مختلفة، فاسمحي لي أحاول أتذكر. أولا فيما يتعلق كيف سوف تستخدم هذه القوة، هذه مرحلة لم نصل إليها. القوة دي لما القوة اللي هي إيه؟ يعني مجموع وحدات عسكرية في عدد من الدول التي قررت الانضمام لهذه الفكرة، وسوف تكون هناك لها مجلس الدفاع المشترك اللي فيه وزراء الخارجية ووزراء الدفاع، ثم الموضوع هيعرض على القيادة القمة السابقة والحالية والقائمة، ثم يتخذ القرار بعد ذلك في أي موضوع يحدث. لكن لا نستطيع أن نسبق الحوادث ونقول القوة يعني هتقوم بهذا أو بذاك، في قرار سياسي سوف يتخذ دائما. لكن يؤخذ في الاعتبار هنا أن عندما يكون هناك تجمع من عدد من الدول، واظن انا يعني مش هذكر التفاصيل اللي حصلت امبارح طبعا في الاجتماع المغلق، لكن يعني قيل تردد باسلوب واضح ان لما يكون معروف ان في 200 الف او 300 الف او 400 الف يمثلوا الوحدات المختلفه، هذا رادع لامور كثيره جدا. اجي لسؤالك فيما يتعلق بسوريا، المتعلق بسوريا هتتدخلي ضد مين؟ يعني هذه الموضوع السوري معقد تعقيد شامل، كما أن هناك أطراف غير عربية موجودة فيه. الموضوع السوري طبقا للموقف العربي على الأقل، أنا أتكلم على قرارات جامعة الدول العربية، تؤيد بيان الختامي لجنيف الذي يقضي بإنشاء هيئة انتقالية لها صلاحيات كاملة. فيما يتعلق بفلسطين ده موضوع آخر أيضا، يعني أنت بتكلمي على إعلان حرب، ما حدش بيتكلم على هذا، ولو كان هيتقرر هذا القمة هتقرره في وقت من الأوقات، لكن هذا غير وارد، لم يبحث بالطبع. لو سمحت الكونغرس هذا موضوع يعني في آراء مختلفة فيه، يعني معالي الوزير الحاجة أنا أتفق معه في الرأي الحقيقة يعني، لكن أنت بتكلمي على نقطة حساسة جدا ونقطة هامة، هل هناك إرادة للضغط؟ هذا موضوع يعني
يجب أن نبحث عنه. هل هناك إرادة للضغط على الدول الأخرى؟ ما بيحاول الدول تعمل ضغوط؟ هل هناك ضغوط مشتركة؟ هل هناك وسيلة لعمل ما تم سنة 73؟ بس خلي بالك 73 ده حصل بعد حرب عظيمة اللي هي حرب أكتوبر 73. الظروف بتخلق هذه الأوضاع. ما داش أقول لك أكثر من كده. هناخد سؤال من وكالة أنباء الأسوشيتد بريس مستر براون. سيادة الوزير حمزة هنداوي من الأسوشيتد بريس. سيادة الوزير، هل من المنطق أن يستخلص المرء أن القوى العربية المشتركة التي تحدثتم عنها في جامعة الدول العربية هي موجودة بالفعل وتقوم بالعمليات العسكرية في اليمن، وأن مسألة القوى العربية المشتركة عند جامعة الدول العربية ربما تدخل في دهاليز روتينية وتأخذ شهور إذا ما كانش أطول لتأسيسها؟ السؤال لسيادة الأمين العام، هل هناك تفسير لدى حضراتكم للإشارات الغامضة في بيان شرم الشيخ عن الدول الخارجية؟ عن الدول الخارجية أو القوى الخارجية؟ أشكرك. أتصل بسؤال سيادتك. بالتأكيد هناك إطار زمني لتشكيل القوة، وارد في القرار بأن كل هذه الأمور التنظيمية المرتبطة بتشكيل القوة وطرح تكوينها ومهامها واختصاصاتها في غضون 4 أشهر، فهذا يبشر بأن هناك إرادة سياسية على تشكيل القوة وعدم ترك الأمور بدون إطار زمني محدد يتم من خلاله انتهاء من الدراسات الفنية المرتبطة بالتشكيل. أما فيما يتعلق بالائتلاف القائم الذي يتعامل مع الأوضاع في اليمن وإذا ما كان يمثل القوة العربية المشتركة، فالسؤال البسيط أنه ليس بذلك، لأنه هذا ائتلاف معني بقضية بعينها وفيه ربما مكون غير عربي أيضا، وبالتالي فهو إرادة لمجموعة الدول المتألفة للتعامل مع هذه القضية، ولكن بدون أن يكون تنظيم دائم أو أن يكون تنظيم يعالج الأمن القومي العربي في مجمله أو قضايا المتصلة مباشرة بالأمن القومي العربي تحديدا. هناك فرق بين الموضوعين. الموضوع الآخر، القوى العربية المشتركة، هي قوة يتم صياغتها في إطار الجامعة العربية، في إطار وحدة المصير والهدف العربي، وقاصرة على الدول العربية. بقيت السؤال كان على القوة الجانبية، أنا هجاوبك عليه بطريقة واضحة لكن غير مباشرة. هناك تدخلات من بعض الجيران. الجيران عندنا، أنا هذكر على وجه التحديد، إسرائيل من جهة، تركيا من جهة، يعني تدخلات ضخمة من إيران في مناطق مختلفة. آخر سؤال من التلفزيون الليبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وائل عبد الغني، قناة ليبيا. أولا، لقد رأينا تحركا سعوديا استند إلى ميثاق جامعة الدول العربية لدعم الشرعية في اليمن ولم ينتظر صدور قرار من الجامعة العربية، فلماذا لم يتم هذا التحرك لدعم الشرعية في ليبيا وهو نفس الوضع، هناك تعدي على الشرعية في ليبيا؟ الشق الآخر من السؤال يا فندم، هناك تحفظات قطرية دائما على دعم الشرعية في ليبيا ودعم تسليح الجيش الليبي، نريد أن نوضح ونريد أن نعرف ما هي وجهات نظرهم في هذا التحفظ. شكرا. يعني في الشق الأخير من السؤال، أتصور أنه يوجه إلى قطر، فهي الأقدر على أن تجيب على هذا السؤال. أما فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، فالوضع في ليبيا هناك عمل عربي دؤوب على دعم الشرعية وقرارات بتصدر بصفة دورية في مجلس الجامعة لتؤكد ذلك، وتحرك تم في الأمم المتحدة في مجلس الأمن من خلال قرار تم صدوره منذ يومين لدعم الشرعية في محاربة الإرهاب والعمل على توفير احتياجات الجيش الليبي والتعجيل بنظر لجنة العقوبات لطلبات الخاصة بتسليح الجيش الليبي ليستطيع أن يقوم بهذه المهمة وأن يعيد الاستقرار والأمان إلى
الشعب الليبي. فهذه الجهود بتتم من خلال الإطار العربي، القرار اللي قدم لمجلس الأمن وإن كان بمبادرة مصرية، وإنما احتضنته الدول العربية وتقدمت به كمشروع عربي موحد. فالأوضاع في ليبيا، هناك حكومة شرعية، هناك إرادة ليبية تمثلت في الانتخابات وتولد عنها المجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، وهناك جهود من عديد من الدول العربية لدعم قدرات الحكومة سواء في النواحي العسكرية أو في النواحي الخدمية للوفاء باحتياجات الشعب الليبي. وهناك شرعية قائمة، وهذه الشرعية قادرة مع الدعم الذي تتلقاه بأن تطلع بالمهمة الموكلة إليها من مقاومة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار. فالوضع لم يصل بأي حال من الأحوال في ليبيا إلى المرحلة التي ربما وصل إليها في اليمن، وبالتالي لابد أن يتم التعامل مع كل حالة وفقا للظروف المحيطة بها. شكرا يا بندم. حاضر. شكرا يا بندم. سيادة الأمين العام، احنا فهمنا من أعمال المؤتمر أن قرار القمة بإنشاء قوة عربية هو قرار حاسم ونهائي. قرار حاسم ونهائي، وأنه العرض مشروع الأركان عندما يجتمعوا سوف يعرضوا على اجتماع مشترك لوزراء الداخلية، الوزراء الخارجية ووزراء الدفاع العرب الاثنين، الخارجية والدفاع، وبذلك يصبح المشروع ساري مفعول. النهاردة سمعين غنى جديدة أنه يعني سوف نعود مرة تانية للمشاورات مع القمة. هل ده يعني بالفعل؟ لا إطلاقا. الأمين العام، كانت الرؤية بأنه عندما تنتهي الدراسات الفنية فالثلاثة دول مصر والكويت والمغرب على مستوى القمة يعرضون ما توصلت إليه الدراسات الفنية بحيث أن تقترن برؤية سياسية متصلة بتشكيل القمة، وأن يتم طرح ذلك على بقية الزعماء في إطار التوضيح والتشاور والتداول فيما بينهم، ثم يحال الأمر إلى مجلس الدفاع المشترك مشكل من وزراء الخارجية والدفاع لإقرار واتخاذ القرار المناسب لتشكيل القمة. فهو مزيد من التشاور، ووضع هذا الإنشاء أيضا ليس فقط في إطار فني، وإنما مهم أن يكون أيضا في إطار سياسي وسياسي. السؤال لسيادة وزير الخارجية، أولا راجت توقعات كثيرة بأنه من الممكن أن يقع نوع من المصالحة يقوم بها الملك سلمان بين مصر وقطر خلال الجلسة التمهيدية التي سبقت المؤتمر. راجت أمس توقعات بأنه في قرار بعودة السفراء، لا أعرف إذا كانت دي هي إشاعات أم أخبار. أود أن أتأكد إذا ما كانت قد بحثت قضية المصالحة بين مصر وقطر في الاجتماع التمهيدي الذي سبق افتتاح القمة. شكرا جزيلا. لا، لم يبحث هذا الأمر في إطار مداولات القمة. أما فيما يتعلق بعودة السفراء، أعلم بأنه سفير قطر في القاهرة كان ضمن الوفد المرافق لسمو الأمير تميم، لكن ليس لدي علم إذا ما كان سوف يبقى أو عاد مع سموه. أستاذ أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار. وصفحة حجزت كم؟ 2006. مساء الخير. أنا أولاً مواطنة مصرية مهمومة بالشأن العربي لأكثر من 25 سنة. حضرتك مش صحفية؟ لا مش صحفية، بس إعلامية اشتغلت شؤون عربية. مجلس السلم والأمن العربي واحد من قرارات قمة الخرطوم 2006. قوات الأمن العربية أين موقعها بالنسبة لمجلس السلم والأمن العربي؟ مجلس السلم صدر عن قمتكم قرار بإنشاء قوات أمن عربية. كان قد صدر في قمة الخرطوم 2006 قرارا بإنشاء مجلس السلم والأمن العربي، وبعدها بعدة شهور صدر النظام الأساسي لهذا المجلس
أين مشروع قوات الأمن العربية؟ أين محله من الإعراب من مجلس السلم والأمن العربي؟ النظام الأساسي المشروع المحتمل للقوات الأمن العربية هل هو لحفظ الأمن والسلم العربي ولا قوات ردع؟ يعني الدور أو الوظيفة أو المهام المطلوبة من القوات الأمن حتى تكون حاضرة، حتى لا تتعرض لانتكاسة قوات الردع في سبعينيات القرن الماضي. شكرا. يعني هو تأكيدا لما سبق وأن طرحناه والأمين العام بأنه الأمر يتوقف على الإرادة، وما طرح في الخرطوم إذا كنا هنعود إلى الخلف فلا أعتقد أنه هذا مفيد، ولكن هناك إرادة سياسية وعزم لدى عدد من الدول لإنشاء هذه القوة، وهذا يكفي لأنه الإنشاء هو إنشاء اختياري وليس بوضع إطار عام وجامع لكل الدول العربية لا يتحقق إلا باكتماله. وهنا ربما كانت المشكلة بأنه الفكرة كانت بتتم طرحها من منظور نظري قبل ما أن يكون هناك تكوين إرادة سياسية حقيقية لدى الدول للإنشاء مثل هذه القوة. هذه المرة هذه الإرادة متوفرة، وأقدر أقول أنه على الأقل في دولتين عازمة على أن تنشئ القوة. من يأتي بالإضافة إلى هذه الدول فهذا أمر طبعا كل ما زادت عدد الدول المشاركة كل ما زادت القوة تأثيرا وقدرة على مواجهة التحديات. طب حضرتك سألتي سؤال هام جدا حول مجلس السلم والأمن العربي. مجلس السلم والأمن العربي أنشئ من عدة سنوات، موجود على الورق ولم يرقى إلى مستوى مجلس السلم والأمن الإفريقي بكل وضوح. فلذلك الأمانة العامة تقدمت بمشروع جديد كان أمام الوزراء، مشروع جديد لتطويره. مجلس السلم والأمن العربي ليس قوة ردع، لكن ده ممكن قوة ردع، ممكن حفظ السلام في أمور متدرجة. هذه القوة أيضا لم يحدد أحد ما هي المهام التي سوف تقوم بها، هي ستتفقون بالمهام التي يعهد إليها عندما يحين الوقت، وممكن تكون ردع، ممكن تكون حفظ السلام، ممكن تكون حتى يعني من ضمن الأفكار اللي احنا حطيناها في القرار من القرارات أنها تساعد في عمليات إغاثة إنسانية، أمور كثيرة جدا، لأن احنا يعني بننظر الى ما تقوم به الامم المتحده. الامم المتحده في الميثاق بتتحدث عن ردع، مش ردع العدوان، القضاء على العدوان، لكن تبين ان هذه افكار ما قبل الحرب العالميه الثانيه ولن يمكن تنفيذها الان، فانقلبت الى قوات حفظ السلام، الى مساعدات انسانيه، الى مراقبين في القدس مثلا، في مراقبين في الجولان، في فين؟ لا في سيناء، ده مستقل عن الأمم المتحدة، دي قوة متعددة الجنسيات، قوة متعددة الجنسيات. ففي يعني في مرونة في استخدامها عندما يعني تقوم تهديدات معينة أيا كانت هذه التهديدات، فممكن استغلال هذه القوة ويقرر وقتها ما هي المهمة التي سوف تقوم بها. أستاذ أسامة، في معلومات بتقول عن الدور الخفي، فين إيه؟ دور خفي. في معلومات أو تسريبات عن الدور الخفي اللي قام به مندوب الأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر في إعطاء الضوء الأخضر للحوثيين وعلى عبد الله صالح للاستيلاء على السلطة في اليمن، مثلما أعطت أمريكا الضوء الأخضر لصدام حسين بالنسبة للكويت. دي جزئية. الجزئية الثانية، أعتقد القمة العربية كانت فرصة سعادة الوزير للمصالحة المصرية القطرية. هل قطر وافقت على الشروط المصرية لهذه المصالحة أم لا؟ وشكرا. يعني الجزء الأول من السؤال، أنا في الحقيقة ما عنديش أي معلومات بالنسبة لما قام به جمال عمر. إلا دور خفي هنعرفه إزاي. يعني إلا دور الموكل ليه بحكم الأمم المتحدة ووظيفتها. هشوفه الساعة 2. أما الشق الثاني من السؤال، فمصر دائما بتعمل على دعم التضامن العربي، على تكون علاقاتها مع الأشقاء العرب أقوى علاقات للطبيعة الخاصة لهذه العلاقات. فمصر دائما في سعي
لتوثيق علاقتها بكافة الدول العربية وليست لها ولا تعمل بأي شكل من الأشكال على إسكاء الفرقة العربية أو خلق هو بين مصر والدول العربية. فالتضامن العربي هو المحور الرئيسي في السياسة المصرية وستظل هكذا مصر تعمل من أجل هذا الهدف. شكرا، بنشكر حضراتكم، شكرا.